ربي اللي موفقني انه قدرت نتحصل كما شفتوا منصه التتويج مملوءه بالابطال الحمد لله، واليوم انا قدرت نحقق مكانتي معهم. دونك هذا الشيء يدل على انه المستوى تاع الجيدو الجزائري راهو في تقدم وفي تحسن. ما نحقوش رواحنا فوالا، لانه قادرين نزيدوا نديروا اكثر، وان شاء الله مازال هناك منافسات اللي نقدروا ان شاء الله نشرفوا الجزائر احسن تشريف.